بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا بارت 2 لليسون 1 لبريب 1 اللي هو بيتكلم عن الراشونال نمبرز. النهاردة هناخد اكسرسايز، هنحل اكسرسايز هنطبق بقى على الدرس عشان نفهمه اكتر. الاكسرسايز دي انا جايباها من كتاب المعاصر. حاولوا تحلوا كتير وان شاء الله هيثبت الدرس في دماغكم، هو الدرس سهل جدا. طيب قبل ما ندخل في الدرس، احنا عرفنا ان الراشونال نمبرز كنا denoted by q، كنا بنرمز لها بالq. عرفنا ان الراشونال نمبرز دي جواها ايه؟ جواها c اللي هي الكاونتنج نمبر، وجواها الناتشرال نمبر، وجواها الايه؟ الانتجر اللي هي الذات. تمام كده، يبقى c subset n والn subset z والz subset q. خلاص كده. طيب ايه تاني اللي جوه الانتجر؟ حطينا جواها الفراكشنز، كل الفراكشنز، لان الفراكشنز ما كانش ليهم مجموعه ست يتحطوا فيها، فعشان كده عملوا لها الكيو. والديسيمال، اول ديسيمال نمبر. وايه تاني؟ والبيرسن. تمام كده، ده كله داخل الايه؟ داخل الكيو. طيب وعرفنا ان اي نمبر، اي رقم في الدنيا اقدر احطه في صوره a over b، ده كده نقول عليه راشونال. لكن الاساس عندي او محور الدرس كان ان ال b الدينومينيتور عندي not equal to 0. خلاص كده، لانه هو لو ساوى الزيرو، لو equal 0 ده هيبقى عندي ايه؟ has no meaning، ملوش اي معنى. لان احنا لما بنعمل division by 0 it has no meaning، ما بيبقاش ليها معنى. طيب وعرفنا كمان هنا الحتة دي بيقول لي if a over b equal 0، لو ال a over b equal 0، الزيرو ده rational، صح؟ rational، لان الزيرو ده اقدر احطه في صورة a over b اللي هو ال 0 over 1، ده كده rational number. طيب then ال a equal 0، يبقى ال a هي اللي equal 0، لان ال b لو equal 0 هتبقى has no meaning، اللي هتبقى rational. وعلى فكرة لو هي مش rational مش هتبقى لا integer ولا counting number ولا natural number، هتبقى ايه؟ ملهاش اي ايه؟ ملهاش اي معنى. طيب بيقول لي if a over b not equal rational number، لو ال a over b ما هيش rational number. طيب ده معناه ايه؟ امتى الفراكشن اللي عندي ما يبقاش rational number؟ لو ال b equal 0، لو عندي denominator equal 0 ده هيبقى ايه؟ irrational. خلاص كده، irrational number. طيب تعالوا بقى ندخل على طول في الاكسرسايز. الاكسرسايز سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي هنا if 7 over x plus 5 is rational number then x not equal. لو بيقول لي ان ال 7 over x plus 5 rational، يبقى عندي هنا لازم ابص على الدينومينيتور تحت ال x plus 5، يبقى ال x دي ما تساويش ايه علشان يبقى ال fraction ده عندي rational number. طيب انا هعمل كده، هحلها equation عادية خالص. ادي هنقول ادي ال x plus 5 equal 0، خلاص يبقى ال x equal negative 5. يبقى لو ال x ساوت ال negative 5 هيبقى عندي ال denominator equal 0، يبقى ال x must be mustn't be equal my negative 5. خلاص كده، يبقى ال x not equal negative 5. طيب هنا بيقول لي 5 minus x over x minus 3 equal 0. طالما قال لي ال 5 minus x over x minus 3 equal 0، يبقى أنا بتكلم عن النيوميريتور. تمام كده، بتكلم عن النيوميريتور. if x equal لو ال x equal كام؟ يبقى هنحلها برضو equation عادية، 5 minus x equal 0، يبقى ال 5 equal هتبقى equal x. يبقى لو ال x equal 5، لو ال x equal 5 هتبقى ال ايه؟ قيمة الفراكشن ده بزيرو. تمام كده، وانت ممكن تجيبها بالنظر لان احنا كبرنا بقى. 5 minus x ها ايه اللي احطه على 5؟ ها يدينا 0. 5 minus e يدينا 0. 5 minus 5، تمام كده 5 minus 5 equal 0. 15% in the form a over b. 15% احنا عارفين ان ال 15% دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 15 over
ها 100 اي بيرسنت في الدنيا عباره عن الرقم نفسه اوفر 100. تمام كده، هو عايزها في الفورم ايه اوفر بي، هي كده في الفورم ايه اوفر بي، بس انا هعمل لها سامبلست فورم، ها ديفايدد باي 5 وهنا ديفايدد باي 5، هنا ال 15 ديفايدد باي 5 ايكوال 3 وال 100 ديفايدد باي 5 ايكوال 20، بقت 3 اوفر 20. تمام كده، يبقى 3 اوفر 20. طيب the absolute value of negative 1 and 2 over 5، negative 1 and 2 over 5. طيب احنا عشان نخرج ده الابسوليوت فاليو ده، فاكرين القوسين دول اي رقم جواهم نيجاتيف بيخرج بوزيتيف واي رقم بوزيتيف بيخرج نيجاتيف، هي بتحول النيجاتيف للايه للبوزيتيف، يبقى هي عباره عن 1 اند 2 اوفر 5، عايزها برضو في الفورم ايه اوفر بي. طيب يبقى فاكرين كنا بنحول الميكسد نمبر ده، كده ميكسد نمبر كنا بنحوله ل امبروبر فراكشن ازاي؟ بنثبت الدينومينيتور اللي هو 5، ها 1 تايمز بلس 5 تايمز 1 ايكوال 5 بلس 2 ايكوال 7، بقت 7 اوفر 5، بقت في الفورم ها a اوفر b، ده كده راشنال نمبر. طيب x اوفر نيجاتيف 5 از نيجاتيف، بيقول ان القيمه دي كلها كده ها نيجاتيف، اف x ها هتبقى سمولر ذان 0 ولا bigger than zero ولا equal zero. طيب تعالوا نشوف كده، احنا خدنا في grade 6 ان negative over negative ها بيدينا positive، تمام كده، و negative times negative بيدينا positive. طيب negative over positive ها يدينا ايه؟ يدينا negative، و بوزيتيف اوفر نيجاتيف يدينا ايه؟ يدينا برضو نيجاتيف. خلاص يبقى لازم الاكس هنا تبقى بوزيتيف علشان الناتج اللي عندي او الريزلت اللي عندي تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف. خلاص كده. طب واي نمبر نيجاتيف؟ ها هو اقل من سمولر ذان 0، اقل من الزيرو، تمام كده. طيب 15 اوفر 11 on form recurring decimal، فاكرين الريكورنج ديسيمال؟ فين كنا بنعمل ايه في الريكورنج ديسيمال؟ تعالوا كده، ادي القوسين بتاع الفراكشن اهوت، وهنكتب ال5 ها وننزل تحت اوفر 11، تمام كده، ايكوال ها هتدينا ايه اس دي، اديتنا ايه 0.454545، ده اللي بنقول عليه ريكورنج ديسمال او ريبيتد ديسمال، ريكورنج ديسمال او ريبيتد ديسمال. فانا في الحاله دي هاخد هكتب 0 بوينت وهاخد الارقام اللي متكرره بس اللي هي ال4 وال5 وهحط فوق ال4 وال5 ها 2 دوتس. خلاص كده، يبقى هي هتبقى ايكوال 0.45 وفوق ال4 دوت وفوق ال5 دوت، تمام كده. ده اللي هو ريكورنج ديسمال او ريبيت ديسمال، اللي هو الديسمال غير منتهي المتكرر. بيقول لي هنا write 3 rational numbers from 5 over 7 و 2 over 9. طيب يعني ايه؟ زي الايكوال فراكشن، زي فكره الايكوال فراكشن بالظبط. ده كده في السمبلست فورم مثلا هعمله هو 3، اوكي. طيب هنا مره هتايمز مثلا، هعمل تايمز باي مثلا 2 فوق دينومينيتور ونيومريتور، لما 5 باي 2 ايكوال 10، 7 باي 2 ايكوال 14، ها مره في 3 5 باي 3 ايكوال 15، 7 باي 3 ايكوال 21، مره في 5 مثلا 5 تايمز 5 ايكوال 25، 7 تايمز 5 ايكوال 35، تمام كده. دول لما اجي اعمل لهم سمبلست هيدوني ال5 اوفر 7 وال2 اوفر 9 زيها برضو. طيب بيقول لي هنا every integer is rational number، هو كل الانتجر، اي انتجر في الدنيا هو rational number؟ ايوه، قلنا اي انتجر، الانتجر اللي هي كانت الزد اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف والزيرو، ادي الزيرو في النص اهو، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 and so on، 1 2 3 and so on. ال1 ده مش هقدر اعمله 1 over 1 is 0، مش هقدر اعملها 0 over 1. نيجاتيف 2 مش هقدر اعملها نيجاتيف 2 over 1 في الفورم a over b، يبقى ده على طول ايه؟ any integer number is a is rational number. خلاص كده، يبقى ده true.
بيقول لي هنا every rational number is integer، اي rational number في الدنيا is integer؟ لا طبعا، لان الانتجر هي اعداد صحيحه ما فيش فيها decimal ولا fraction. يعني مثلا ال 1 over 3 ده هو ايه؟ rational، لكن ما ينفعش ان هو يكون integer. تمام كده، يبقى ده كده false. طيب if a over b is rational number، if a over b لو ال a over b ها rational numbers خلاص كده، that ها مثلا that equal zero، يعني ال a over b ده equal zero، ال a over b ده على بعضه كده equal zero. لما نقول ان ده كده القيمة دي كده equal zero، يبقى انا بتكلم عن النيوموريتور. النيوموريتور هو اللي قيمته بزيرو، يبقى ال a هي اللي equal zero. تمام كده، ها بيقول لي then a equal zero. تمام خلاص كده. طيب if a over b belonging to q، ال a over b دي belonging to q يعني rational number، then a not equal zero، ال a هي اللي not equal zero. لو ال a بقى ال a over b belonging ها q، then a not equal zero. طيب ال a لو ساوت الزيرو يا جماعة هيبقى القيمة بتاعت الفراكشن ده بزيرو، والزيرو ها belonging to q، لا يبقى ال b هي اللي not equal zero، ال b هي اللي المفروض نقول عليها not equal zero. طيب هنا بيقول لي absolute value of x، then x is positive، ال x هنا محطوطة جوه ال absolute. خلاص احنا عارفين ان ال x دي ها ممكن تبقى اي رقم، ممكن تبقى مثلا positive وممكن تبقى negative، ها هي هتخرج من بره ال absolute ده بايه؟ ببوزيتيف، لان اللي بيدخل القوسين دول بيخرج ما بينهم ايه؟ بيخرج منهم بوزيتيف. طيب يبقى اذا هي مش بوزيتيف، هي ممكن تكون ها نيجاتيف او بوزيتيف اكس. تمام كده، هي مش بوزيتيف بس، لا هي ممكن تكون نيجاتيف او بوزيتيف. تمام كده. طيب نشوف اللي وراها، هنا بيقول لي zero is neither positive or negative. فعلا الزيرو ما هوش negative ولا positive، الزيرو كنا خدناه ان هو محايد، لا هو positive ولا هو negative، ده true. تمام كده. بيقول لي the number 3 over x is rational if x not equal، ها ده كده rational لو ال x not equal ايه؟ الزيرو. خلاص كده، لو ال x not equal zero. طيب the rational number 4 minus x over x minus 3 equal 0، طالما قال لي ده rational numbers و equal 0 يبقى أنا بتكلم عن النيوموريتور. خلاص كده بتكلم عن النيوموريتور. if x equal النيوموريتور هيساوي 0 لو ال x equal كام؟ ايه ال 4 minus 8 يدينا 0؟ 4 minus 4 لو ال x equal 4. تمام كده. طيب بيقولي the rational number x minus 5 over x equal 0، تمام كده x minus 5 over x equal 0، بنتكلم عن ايه؟ على النيوموريتور x minus 5، يبقى عندي ال x minus 5 هي اللي equal 0، يبقى ال x هنا بكام؟ ال x ب 5 minus 5 equal ايه؟ 0. The number 3 over x minus 2 is rational، number 3 x minus 2 is rational. خلاص كده، ده كده rational. if x not equal، ها انا عندي ده هيبقى rational في حالة ايه؟ ان الدينومينيتور بتاعه not equal zero، الدينومينيتور اللي هو الايه؟ ال x minus 2. طيب هو لو ال x ال x هتبقى بكام؟ ها عشان الدينومينيتور ده يبقى zero، ها ايه اللي نحطه على 2 يدينا zero؟ هتبقى 2 minus 2، لو الدينومينيتور ب 2 ها ال x يعني ب 2 minus 2 هتدينا zero، يبقى ال x ما ينفعش ان هي تكون ب 2 طالما ده rational number. ممكن احلها equation عادية بس كده، يعني ايه احنا كبرنا بقى خلاص. ها ادي x minus 2 equal zero، يبقى ال x ها equal 2. خلاص كده. طيب بيقولي بوت اون فورم a over b، عايز يحط في ايه؟ في صورة a over b. طيب هنا بيقولي 6 ها ده mixed number 6 و 5 over 6، ها يلا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنثبت الدينومينيتور بتاعي 6، 6 times 6 او 6 by 6 equal 36، 36 plus 5 equal 41. خلاص كده، ده في الفورم a over b. طيب 0.100 ها
ال 100 ازاي؟ معناها 1 اوفر 100 تمام كده. طيب الزيرو، ها الزيرو ينفع احطه في الفورم ايه اوفر بي؟ ايوه الزيرو انتجر نمبر، وهي انتجر نمبر الدينومينيتور بتاعه 1. 5.4، ها ال 5.4 دي عبارة عن 54 over ها الديسمال بعد كم نمبر؟ بعد نمبر واحد، البوينت بعد نمبر واحد، يبقى 0.1 يبقى 54 over 10. طيب ده ميكسد نمبر 8 و 2 over 3 برضو بثبت التاني مونيتور بتاعي وبضرب وبعدين بجمع. 3 times 8 equal 24 plus 2 equal 26 تمام كده. طيب تعالوا فاكرين ال recurring decimal او repeated decimal؟ ها 0.57 ده repeated decimal، decimal متكرر. كنا بنعمل ايه؟ ها هنروح جايين حاطين شايلين الرقم ده عادي جدا 57 تمام كده، وبحط تحت كل رقم 9 خلاص كده. لو رقم واحد يبقى تحتيه 9، رقمين يبقى تحتيهم 2 9، 3 numbers تحتيهم 3 9 خلاص كده. طيب 0.3 ها وفوقيها دوت برضو، ده اللي هو ايه repeated decimal او recurring decimal. ها هتبقى 3 زي ما هي اهي، وتحتيها 9 اللي هي equal 1 over 3 تمام كده. طيب 0.63 ده برضو recurring decimal، ها هنعمل ايه؟ discussed 3 over ها 9 دي ممكن اعمل لها سيمبل استفار نختصرها وتطلع لنا ايه الناتج. برضو هنعمل لها مثلا ديفيجن باي 9 فوق و 9 تحت. هنا 63 اوفر 9 ايكوال 7، وهنا 99 اوفر 9 ايكوال 11، هتبقى عباره عن 7 اوفر 11 تمام كده. طيب the absolute value of negative 8 over 25 تمام كده. طيب ال negative 8 over 25 جوه داخل الابسوليوت دي هتخرج بره الابسوليوت بكام؟ هتخرج بره الابسوليوت بوصف تمام كده، هتبقى 8 over 25. طيب هو عايزها بيرسنت، عايزها بالبيرسنت تمام كده. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ بنحول الدينومينيتور ل 100. طب 25 عشان احولها ل 100 يبقى تايمز 4، بضرب تحت بس، لا ده انا بضرب دينومينيتور ونيومريتور، هتبقى ال 4 تايمز 8 ايكوال 32 اوفر 100 اللي هي ايكوال 32% تمام كده. طيب ال 12% عايزها in form a over b. طيب ال 12% عبارة عن 12 over 100، ممكن اعمل لها ايه؟ اعمل لها simplest ها divided by 4 في النيومريتور و divided by 4 في الدينومينيتور، هتبقى 12 divided by 4 ب 3، 100 divided by 4 equal 20 تمام كده. دي الصورة بتاعتها. بيقولي هنا the rational number a over b is an integer، ده كده is an integer تمام كده. if a، عارفين يعني ايه integer؟ يعني عدد رقم صحيح تمام، زي ال 3 مش fraction، 3 4، negative 7، 0 مثلا، مثلا 1، negative 9، ماشي دي كلها بنقول عليها ايه integers تمام كده، ما ينفعش ان هي تبقى كسر. is an integer if a، ها لو ال a اكبر من ال b، ها لو ال a، لو ال a smaller than b، لو ال a اكبر من smaller than b، لو ال a smaller than b هيدينا proper fraction خلاص، زي مثلا 1 over 3 ده proper fraction اللي يدينه ال numerator للزان denominator. طيب لو ال a more than b، لو ال a اكبر من ال b، طب ما انا عندي مثلا 7 over 5، ها مش هنا النيومريتور more than الدينومينيتور، بس ده هيدينا ايه؟ هيدينا 1 and 2 over 5، مش هيدينا، ادانا mixed number، ادانا whole number و fraction proper fraction، لا يبقى دي برضو احتمال دي غلط. ها يبقى امتى؟ b is divisor of a، ايوه لو ال b divisor of a خلاص كده. يعني مثلا انا عندي ال 8 فوق مثلا وعندي دي 2، ها يبقى ال 8 ها اوفر 2 هتدينا ايه؟ 4، وال 4 ده is integer number خلاص كده. طيب the number a
minus 6 over a minus 4 not belonging q. ما بينتميش يعني not belonging q يعني not rational. خلاص كده not rational. طيب if a يبقى هبص على الدينومينيتور. لو الايه ايكوال كام؟ ها القيمه دي تدينا 0. لو الايه ب 4 4 minus 4 ايكوال 0. تمام كده لو اف اي ايكوال 4. تمام كده نشوف اللي بعد كده. بيقول لي هنا اف نيجاتيف 4 اوفر 5 ايكوال 20 اوفر اكس. زين اكس ايكوال يبقى الاكس ايكوال كام؟ ها هنا كروس. تمام كروس كده. او ممكن اعمل حاجه تانية. الفور بقى التوين. الفور بقى التوين ازاي؟ ها تايمز 5 صح. طيب يبقى تحت لازم تايمز فيه 5 يبقى ال 5 تايمز 5 ايكوال 25. او ممكن اعمل لها كروس كده. ها ادي الاكس ايكوال ها اللي قصاد الاكس بكتبه في الديني مونيتور تحت خلاص. وده ها 5 تايمز 20 خلاص كده. هتبقى هنختصر الفور مع ال 20 فيها ال 5 يبقى ال x equal 5 times 5 equal 25. تمام كده. طيب يبقى ال x equal 25. بيقول لي هنا why does the definition of rational number a over b states b not equal 0. ليه في rational numbers ها لازم ان ال b not equal to 0؟ ها لانه اصلا احنا ما ينفعش ان احنا نقسم على الزيرو. ليه النيوميريتور ما يبقى الزيرو؟ لان ما فيش حاجه اسمها مثلا ما فيش حاجه اسمها 7 اوفر 0 خلاص كده. وعملناها المره اللي فاتت على الكالكوليتور ادتنا ايه؟ ماس ايرور عمليه حسابيه خاطئه خلاص كده. يبقى نكتب لان when مثلا او because when we make division by zero or over zero or over zero over zero it has no meaning. It has no meaning. ملهاش أي معنى خلاص كده. لأن when we make division over zero it has no meaning خلاص كده. ده سؤال من كتاب السكول بوك اللي هو كتاب المدرسة. طيب بيقول لي if a over b is rational number. ال a over b ده rational number and a b equal zero. يعني ايه a b؟ يعني ال a times b خلاص. ال a مضروبة في ال b equal zero. تمام. طيب هو ده قال ان ده راشونال يعني البي هنا نوت ايكوال زيرو. يبقى الايه هي اللي هتساوي الزيرو. تمام كده. لان الايه تايمز بي ايكوال زيرو والبي هنا الدينومينيتور. طالما ده قال لي راشونال او بيلونجنج تو كيو يبقى البي نوت ايكوال ماست بي نوت ايكوال زيرو. يبقى الايه هي اللي ايكوال زيرو. بيقول لي هنا ذا نمبر 5x ها over absolute value of x minus 2 not belonging to q. خلاص كده. يبقى ده كده not rational. not rational if ال x لو ال x equal a. ده امتى يبقى مش rational؟ لو ال numerator. يبقى انا كده طالما ده مش rational يبقى ابص على طول على ال numerator. لو ال numerator not equal to 0 تمام كده. يبقى ادي ال x هتخرج من ال absolute. هتبقى x عادية زي ما هي minus 2 equal 0. تمام كده. يبقى ال x دي هتعدي الناحية التانية بإشارة موجبة يبقى ال x equal 2. يبقى لو ال x equal 2. طيب ال x أصلا قيمتها في الأبسوليوت ممكن تكون كانت داخلة في ال القوسين دول ممكن تكون موجبة إشارتها بوزيتيف أو نيجاتيف. تمام كده. ال x نيجاتيف أو بوزيتيف خلاص كده. يبقى ال x ها موجب أو بوزيتيف أور نيجاتيف ها 2 خلاص كده. لو الاكس بوزيتيف او نيجاتيف 2 ده كده not belonging to a to q. طيب بيقول لي هنا write the rational number a over b equals 3 over 5. ده تدريب مهم برضو من السكول بوك من كتاب المدرسة. and the sum of its terms is 24. طيب هو مديني هنا rational number اللي هو 3 over 5 خلاص كده. ده كده في السمبلست فورم. هو عايزين نعمله ايه اللي فاكرين الايكوال فراكشن؟ بس عايزين لما نجيب واحد نجيب
فراكشن مساوي للفراكشن ده نعلى بيه شويه يبقى ال 3 اوفر 5 ها النيومريتور والدينومينيتور مجموعهم ايكوال 24. طيب تعالوا كده نشوف كده نتايمز فوق وتحت في 2 ها 3 تايمز 2 ايكوال 6 اوفر 10 تمام 6 بلس 10 ايكوال 16 مش هينفع ده. طيب نعلى شويه 3 تايمز 3 ايكوال 9 5 تايمز 3 ايكوال 15. طيب ال 9 بلس 15 ايكوال كام؟ ها ايكوال 24 يبقى هو ده الايه المطلوب 9 اوفر 15. لما نيجي نعمله سمبلس هيدينا 3 اوفر 5. طيب بيقول لي هنا اف اكس بيلونجينج ان الاكس بتنتمي للان خلاص كده من ال n اللي هي ايه natural numbers اللي هي 0 1 2 3 and so on find the value of x عايز ال value قيمة ال x which make each of the following an integer خلاص كده هو مديني هنا هوت fraction 75 over x خلاص كده وبيقول ان ال x دي ها belonging to n تمام كده بتنتمي لل n هنعوض كل مرة بالإكس لحد ما نوصل يبقى الناتج عندي إيه؟ يبقى الناتج عندي انتجر انتجر يعني إيه؟ عدد صحيح خلاص كده؟ طيب الـ 75 دي ها علشان 75 over X خلاص كده عايز أعوض بالإكس بحيث إن الـ 75 لما تيجي تتقسم على الإكس الناتج يطلع لنا إيه؟ صحيح عدد صحيح belonging to ها n بينتمي لل n وال n عارفين ان هي ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4 ها so on تمام كده. طيب ال 75 مثلا ها لو حطينا 2 ها لو حطينا 2 مكان الاكس هتدينا ايه ها مش هتدينا رقم صحيح هتدينا رقم فراكشن لو حطينا 1 ال 1 ينفع هتدينا 72 خلاص كده 75 حطينا مثلا 3 ها 75 over 3 ها تعالوا نشوف الارقام دي كده نجمعهم على بعض هل هيقبلوا ال 3 7 plus 5 equal 12 ال 12 تقبل الاسم على ال 3 يبقى الرقم ده يقبل الاسم على ال 3 يبقى 7 divided by 3 equal 2 15 divided by 3 equal 5 خلاص يبقى ال 1 ها وال 3 وال 5 برضو خلاص 75 over 5 خلاص كده هتدينا كام؟ هتدينا 15 تمام كده؟ طيب وكل دول انتجر ال 1 ال 1 natural number وال 3 natural number وال 5 natural number خلاص كده؟ طيب ال 15 over x plus 1 15 over x plus 1 عايزين رقم نعوض عن ال x دي برقم ها لما نيجي نجمع عليه 1 ها ال 15 تقبل الاسم عليه مثلا ال 1 دي ال 15 عباره عن ايه مش عباره عن 3 تايمز 5 صح كده طيب 3 تايمز 5 طب ال 1 ده لو حطينا عليه 3 لو حطينا عليه 2 مثلا هتبقى 2 بلس 1 ب 3 يبقى 15 اوفر 3 هيدينا 5 الاكس دي برضو يبقى الاكس ممكن ايكوال ايه ايكوال 2 خلاص كده الاكس برضو ايكوال ها ايكوال 4 لو حطينا 4 ها بلس 1 هتدينا 5 15 اوفر 5 بكام ب 3 الاكس برضو ممكن تبقى ها 5 وممكن تكون ارقام ايه وممكن تبقى 15 برضو ممكن تبقى 14 15 اوفر 14 بلس 1 هتدينا ها هتدينا 1 تمام كده. طيب اكمل معاكم حل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو ده طول جدا اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.